أختم معك بكلمتين. الاتحاد الأوروبي أيضا سيد مدر شدد على أن تزويد إيران للميليشيات المسلحة بالصواريخ يعد مصدر قلق، وأكد أن إيران ضالعة مباشرة عبر وكلائها بتهديد استقرار المنطقة. ماذا يمهد الاتحاد الأوروبي بهذا التصريح؟ يعني حتى الاتحاد الأوروبي نجد بأن هذه التصريحات هي تصريحات فارغة. المخابرات الإيرانية قامت وأقدمت على اغتيال الكثير من القيادات الثورية الأحوازية أو الإيرانية داخل دول الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك أوروبا لم تفعل شيء ولم تصدر منها أي شيء ضد إيران، وكذلك إيران ساهمت في نشر وكذلك في نشر الفتن والإرهاب والدسائس والقتل والاغتيالات، وكذلك في نشر المخدرات وغيرها في سوريا والعراق ولبنان وفي دول الخليج، نعم. وكذلك في اليمن وفي المملكة العربية السعودية، ورغم ذلك نجد بأن الاتحاد الأوروبي لم يفعل أي شيء، بما وصل في فكرة سيد ذلك مدر. أمريكا وإسرائيل. أشكرك شكرا جزيلا سيد مدر حماد الأسعد، الكاتب والمحلل السياسي السوري، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.